معرفه كيفيه تطوير هيكل التنسيق الورك بريك داون ستراكشر لكل مشروع، هنتعرف على مكونات خطه المشروع سريعا وتطوير الجدول الزمني للبروجكت بلان. هنفهم يعني ايه طلبات التغيير والمخاطر، تشينج اند ريسك مانجمنت. هنتكلم على الاكتيفيتي الانشطه اللي بتتم اثناء مرحله تنفيذ المشروع وهي البروجكت لايف سايكل فيزز، ومعرفه ايه الانشطه التي تتم اثناء انهاء المشروع، ودي شيء مهم جدا. هاو تو كلوز ذا بروجكت. في النهايه انتم كمدراء حتى في تقارير اداء في المشروع، فهنتكلم على تطوير تقارير اداء المشروع البروجكت ريبورتس. في البدايه هناخد نتكلم على الاسس والمفاهيم الديفينيشنز والبروجكت مانجمنت فريم ورك خاصه بالمشاريع. هاو تو انشيت ذا بروجكت، مرحله البدء في المشروع، وهنتكلم على مرحله التخطيط، ثم مرحله التنفيذ ومراقبه المشروع، ثم مرحله اغلاق المشروع، وهنتكلم باختصار عن مهام اداره المشاريع. في البدايه في جراوند رولز كان لازم ابتدي بيها. اتمنى يكون كل الموبايلات سايلنت، لو في مكالمه انا عارف ان كلكم مسؤولين وعندكم مسؤوليه ممكن تكتبوا المكالمه خارج القاعه. البروجكت مانجمنت نتكلم على السكوب والكوست والتايم، هندخل في بعض التفاصيل الخاصه بالاسس والمفاهيم. في البدايه نتكلم على اطار اداره المشروع، المقدمه ودوره حياه المشروع، وهي عمليات اداره المشروع ومعايير اداره اداء المشروع. في مرحله البدء المشروع هنتكلم في البدايه هي المجالات نناقشها خلال المحاضرة. نتكلم على آلية اعتماد المشاريع الجديدة والتوافق مع الاستراتيجية وتأكيد وجود ميزانية خاصة بالمشروع، تطوير وثيقة المشروع. في مرحلة تخطيط المشروع نتكلم على إدارة نطاق عمل المشروع، كيفية تحديد نطاق عمل المشروع، كيفية إدارة الوقت الخاص بالمشروع وتكاليف المشروع ودور التخطيط المالي في نجاح المشروع. إدارة المخاطر وتأثيرها على المشروع وتأثيرها على نجاح المشروع. هنتكلم على كيفية إدارة اقتصاد المشروع ونقل المعلومات الخاصة بالمشروع من إدارة إلى إدارة. هنتكلم على شيء مهم جدا في المشروع هو هيكل التنسيق الورك بريك داون ستراكشر. نبدأ ندخل في تفاصيل أكتر. هي المحاضرة عشان كلنا فاهمين عبارة عن في البداية ناخد هاي ليفل ديتيلز تفاصيل، وبعد ندخل في التفاصيل بعمق اكتر، ونرجع نعيد التفاصيل تاني عشان المعلومه تتثبت بشكل صحيح. في الاول هنتكلم على بعض المفاهيم اللي محتاجه نثبتها ونفهمها الخاصه بتعريف المشروع. يعني ايه مشروع؟ المشروع هو عمليه او نشاط مقيد بزمن له تاريخ بدايه وتاريخ نهايه، يتم القيام به مره واحده من اجل تقديم منتج ما او خدمه ما بهدف تحقيق تغيير مفيد او ايجاد قيمه مضافه. عشان اقدر اميز المشروع ليه بدايه وليه نهايه. بدايه المشروع او مده المشروع لازم تكون محدده قبل البدء في المشروع. وطبعا بنتكلم على تحديد تقريبي. قبل ما ابدا مشروع لازم يكون في نطاق عمل محدد لمستوى معين، يبقى محدد ايه هو المشروع، ايه اللي هيتم تنفيذه في المشروع. البند الثالث التكلفه المبدئيه للمشروع. يبقى مفيش مشروع هيبدا بدون بدايه ونهايه او مده زمنيه محدده للمشروع. المشروع له تايم فريم او وقت محدد للتنفيذ، وله ميزانيه مخصصه للتنفيذ حتى لو كانت ميزانيه في الاكيوريسي او الدقه ما زالت هاي ليفل، ما زالت مش دقيقه، ان احنا في بدايه المشروع. عايزين نفرق بين المشروع والعمليات التشغيليه الموجوده في المؤسسه عشان نقدر نميز ده مشروع ولا اوبريشن عمليه تشغيليه. هناك تعارض ما بين خاصيه كون المشروع امرا مؤقتا لمره واحده. يعني ايه امر مؤقت لمره واحده؟ يعني المشروع بيبتدي وينتهي باستخراج منتج نهائي بيسموه الديليفربل، نهايه المشروع. يعني على سبيل المثال الشركات اللي بتصنع او بتعمل ديزاين لسيارات جديده، هل تصنيع السيارات مشروع؟
لا هل تصنيع برودكشن مشروع مصنع اوبريشن لكن تصميم اول سياره قبل الانتاج هي بروجكت هم عملوا بداوا مشروع لمده معينه هنعمل تصميمات جديده لمشروع معين ابتدوا يعملوا التصميم الخاص باول سياره نتجت اول سياره اصبح مشروع وانتهى المشروع المرحله اللاحقه تسمى برودكشن او اونجوينج اوبريشن عمليه تشغيليه بس عشان يقدر نفرق او تشغيلات تبرى بشكل دائم او شبه دائم من اجل تقديم نفس المنتج او الخدمه مرارا وتكرارا يعني اعمال الصيانه اللي بتتم على المبادئ القائمه مشروع ولا مش مشروع؟ عندك مبنى قائم بتعمل صيانه مشروع؟ لا لا ليه مش مشروع؟ لا خلاص الصيانه تمام انت بتعمل صيانه دوريه هي نفس العمليه متكرره لكن لو في شيء هيتم تصليحه او تجديده وهينتهي ممكن يبقى جزء يبقى اعمال الصيانه اعمال الصيانه المستمره ممكن يتداخل فيها مشاريع انت بتعمل احنا بنتكلم هنقرب المشاريع الخاصه بمنطقه عجمان الحره انت عندك ده مبنى قائم وفي عقد صيانه هو عقد الصيانه عمليه تشغيليه لكن انت في مرحله ما اثناء الصيانه قررت انك تغير شكل المبنى من بره تعمل صيانه للشكل الخارجي للمبنى انت بتعمل صيانه هتبتدي وتنتهي ويتغير شكل المبنى اصبح مشروع يبقى العمليات المستمره او مراحل العمليات المستمره احد مراحلها ممكن يكون مشروع قررت تغير المكيفات الويندوز وتخليها تاكت او سنتر مشروع اصبح مشروع داخل العمليه التشغيليه يبقى مراحل العمليات التشغيليه يمكن ان تحتوي مجموعه من المشاريع ودي نقطه مهمه جدا اذا كانت الدورين او التكرار سنوي مش في سنه يعني تكرره في تتكلم على العقد عشان العقد سنوي لا مثلا الحين انا عملت مثلا العمليه هاي او الاجراء هذا السنه مره واحده وكررت السنه اللي بعدها اعتبر هذا مشروع او اجراء يعني مثلا اذا اعديت خطه تدريب تمام خطه تدريب اعدها مره واحده انت بدات انت عملت اعداد للتدريب وقمت بالتدريب وانهيت اصبح مشروع 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 لو سنة ورديت عاد السنه عملته واصبح مشروع ثاني السنه اللي بعدها اصبح يعني دوره في دوره تدريبيه تمام يمكن قررت في مرات كتير بس ده مشروع لانه له بدايه له اعداد انا عملنا اعداد اداره المشاريع عملنا اعداد للمشروع وحاليا المشروع بيتنفذ وهينتهي المخرج او المنتج ان معلومات اتنقلت وصلنا انتهى المشروع لو قررنا المشروع لو قررنا نفس التدريب بعد اسبوع وهو مشروع اخر هو مشروع اخر او خلاص المشروع هذا وبديت نفس المشروع مره ثانيه السنه اللي بعدها يعتبر مشروع هو مشروع اخر لانه تكرار فيها تكرار لا هو المنتج مش هيطلع مش نفس المنتج هقول لك على شيء اللي بيعمل مبنى في منطقه معينه وخلصوا خلص المشروع ده مشروع لو بعد سنه عملت نفس المبنى مرحله ما بين قبل ما ابدا بالمشروع في مرحله مهمه جدا قبل بدايه المشروع بيتم فيها دراسه معينه ايه هي الدراسه اللي بتتم قبل بدايه المشروع دراسه الجدوى مين اللي بيكون بقى ده دراسه الجدوى صاحب الفكره الاداره المعنيه للمشروع او صاحب الفكره للمشروع قلنا دراسه الجدوى مهمة جدا في الحصول على الموافقة من راعي المشروع على المشروع. دراسة الجدوى تكون فيها أهداف المشروع، اختصار عن نطاق المشروع، أهداف المشروع أو يمكن كمان معايير نجاح المشروع والعائد على الاستثمار من المشروع. زي ما قلنا الـ ROI Return on Investment إيه هو القيمة اللي يضيفها المشروع للمؤسسة. مجرد ان انا اعد دراسه الجدوى زي ما قلنا في ادارات معنيه بمساعده على اعداد دراسه الجدوى اداره الاستراتيجيه اداره المشاريع تطلع دراسه الجدوى بالشكل المعلومات المطلوبه نقدر ناخد موافقه على المشروع من البروجكت سبونسر وبالتالي ابدا مرحله البدء في المشروع وزي ما قلنا ان مرحله البدء في المشروع من المراحل المهمة جدا
في نجاح المشروع. لان مرحله بدايه المشروع احنا بنحدد وثيقه المشروع بالتنسيق مع الادارات المعنيه، وبنعتمد وثيقه المشروع من راعي المشروع، وبنسلمها لاداره الاستراتيجيه واداره المشاريع بهدف دراسه الوثيقه ومدى توافقها مع الاستراتيجيه الخاصه بالمؤسسه. فبالتالي ان انا بقدر اوافق الخطه الموجوده في المشروع مع الخطه الاستراتيجيه للمنطقه او الخطه العامه للحكومه اذا كانت مرتبطه بالخطه العامه للاماره. وبالتالي اقدر نحن بنسموها استراتيجي الاينمنت، ازاي ان انا اهداف المشروع توافق مع الاهداف الداخليه والاهداف الخارجيه. وبعدين بيتم احاله الوثيقه المعتمده لاداره المشاريع لدعم عمليه التخطيط وتحديد الموارد وتوضيح النظام. في نقطه مهمه جدا اتكلمنا فيها وهنتكلم فيها بالتفصيل اكتر، كيفيه تحديد نطاق عمل المشروع من اهم اسباب نجاح المشروع، احد المتطلبات الداخليه للجهات المشغله للمشروع، وايضا المتطلبات الخارجيه لجهات اخرى ذات علاقه. عشان احنا بدانا باول عمليه في اداره المشروع هي عمليه تحديد اصحاب العلاقه. مين اصحاب العلاقه في المشروع؟ انا بعمل مشروع مبنى اداري، او بعمل مشروع برنامج خدمي معين، اقدم خدمه معينه، مين اصحاب العلاقه؟ الستيك هولدرز. مين هم الستيك هولدرز؟ لازم احددهم. هل علاقه اصحاب علاقه يستفيدوا مباشره من المشروع، لهم تاثير على المشروع. على سبيل المثال مشروع انشاء مبنى معين في المنطقه الحره، مين اصحاب العلاقه؟ الادارات اللي هتشغل المشروع في المرافق والخدمات، الاتصالات، لو متطلبات خارجيه يبقى متطلبات الطرق والدفاع المدني والبلديه والاتصالات وميه الكهرباء. لو عندي جزء معين في المشروع له علاقه ب زي ما قلنا الفندق الموجود في الطوابق العلويه في المبنى الايجابي الجديد في المنطقه الحره، له متطلبات متخصصه لابد من تجميعها. ليه مركزين على تجميع المتطلبات الخاصه بالمشروع؟ لان هي اهم اسباب نجاح المشروع. اذا قدرت اوصل لمعظم المتطلبات وقدرت احددها بشكل اقرب للدقه هتجنب التغييرات اللي بتتم اثناء تنفيذ المشروع، وبالتالي هنفذ المشروع بالاداء المطلوب واوصل للنتيجه المطلوبه. عمليه تنسيقيه كامله اثناء بدايه المشروع لتنسق المتطلبات، تحصل على نطاق قوي، نطاق محدد، اقدر ان انا اتواصل مع او اجمع المتطلبات واوصل للنتيجه المطلوبه. وقلنا في البدايه كمان في المخاطر الخاصه بالمشروع هنتكلم عنها بالتفصيل، ازاي ان احنا ندير المخاطر، نحدد المخاطر. اكبر عدد من كلما زاد المخاطر اللي انت بتحددها في بدايه المشروع هتقدر تحط الريسبونس بلان تبع المخاطر، تحدد ايه هو الاكشن اللي هيتم على المخاطر للتقليل من اثاره، او ان انا ازيحه بالكامل من المشروع قبل بدايه المشروع بحيث ان تاثيره على الوقت والتكلفه الخاصه بالمشروع وبصفه عامه على نجاح المشروع يكون اقل ما يمكن، وبالتالي اوصل المشروع الى النهايه. بعدين كيفيه تطوير وثيقه المشروع، يعتمد راعي المشروع لاعطاء الترخيص الرسمي وجود المشروع ما، وتوفير مدير المشروع صلاحيه توظيف المواد لتحقيق انشطه المشروع. وحدد المتطلبات المبدئيه تنتفي باحتياجات اصحاب المصالح وتوقعاتهم. هذه نقطه مهمه جدا، دي هي توقعات الستيك هولدرز وكيفيه الحصول على وضع المعايير لتنفيذ متطلبات اصحاب العلاقه في المشروع. تحدد اهداف ونطاق والتكلفه التقديريه وكلها في مرحله بدء المشروع، وخطط التنفيذ والمخاطر المحيطه بالمشروع، ومدى توافقه مع الاستراتيجيه المؤسسيه وتوافر الموارد لتنفيذه. اصبحت خطه شامله برع كل متطلباتها ومعطياتها في بدايه المشروع، بحيث ان انا اثناء تنفيذ المشروع يسير المشروع في المسار الصحيح.
الستيك هولدرز الحين نحن بنحدد في مشاريع اذا كانت موازنات من اداره كل اداره موازنه they connected together ان اداره من اداره المرافق مع اداره موارد بشريه مع اداره مشاريع مثلا اتحدوا مع بعض سووا مشروع معين هل هم ستيك هولدرز يعني اصحاب العلاقه اصحاب الموازنه الموجوده يعني انهم شاركوا بالموازنه في مشروع معين هل هم ستيك هولدرز مثل لا هو احنا لو حددنا هنا اداره مشاريع هي في البدايه اصحاب علاقه لجميع المشاريع فلو هم هيضيفوا ميزانيه او هيضيفوا مخصص مالي فاصبحت علاقه في من نوع اخر لكن لو حددنا اسم اداره معين اداره المشاريع متدخله في كل المشاريع في المنطقه يعني لما نقول ستيك هولدر معناته هو له نسبه معينه دخل بمبلغ مالي لا 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 مفهوم الستيك هولدرز او اصحاب العلاقه مفهوم اشمل كل ما له علاقه سواء كانت علاقه ماديه او علاقه منفعيه او له تاثير على المشروع او هيستفيد من المشروع له تاثير هياثر على المشروع او المشروع ياثر فيه سواء كان بشكل ايجابي او سلبي كل ما له علاقه بالمشروع مش شرط يكون راعي اصحاب العلاقه هم بيساهموا بمبلغ ما او بيضعوا جزء من الموازنه ده لو انا بنفذ مشروع معين مشروع انشائي الدفاع المدني والبلديه مش لو اصحاب علاقه لان لهم تاثير على المشروع لانهم متطلبات معينه فلهم تاثير على المشروع اصحاب العلاقه مش اللي هيمولوا المشروع اللي هيتاثروا بالمشروع سواء هيستخدموه او هيضيفوا معلومات للمشروع اثناء تنفيذه او اثناء اعداد الطريق الموضوع اشمل من لكن لو بنتكلم على راعي المشروع او السبونسر اللي هيوافق على التكلفه عمليه صرف المخصص المالي للمشروع ده تعريف اخر وصل؟ مشروع جماعة هو مليون كورس، الكورس هذا يمكن طلب شركة معين شهرين تقريبا أول ما بدينا الموازنة، الموازنة السنة طريقتها بترفع لو الماضي العام كان مدير إدارة يعني ياخذ في الموازنة يتفرغ يكتب اسم المشروع والمبادرة والتكلفة يتم اعتمادها وبعدين محاسبة كويسة خاصة من أنت عارف أنت أديتها وما أديتها وغالبا الطبيب يقول أنا ما عندي علم أصلا بالمشروع هذا وبالتكلفة وكيف وضع التكلفة اليوم القرار ما بياخذ من مدير إدارة ولا مدير تنفيذ ولا مدير عام فياخذ من مصر الموظف لأنه موظف فكأن في بعض الصور في مفاهيم إدارة المشاريع إدارة المشاريع أنا استفاد من الحياة الشخصية غير الحياة المؤسسية نتكلم على في خطوات في اداره المشاريع اولها ارتباط المشروع باهداف المؤسسه المحدود اللي يجيب المستقبل على اساس ارتباط المشاريع والمبادرات ولها تكلفه لان ارتباط المشاريع والمبادرات مرتبطه بالهدف الرئيسي للمطلقه بحكم على مشروع هذا الفشل ولا طبعا هو اللي بتحكم عليه بيحكم على اداره المشاريع لان كل شيء تسربونه او دوكيومنتس والمستعمل توصل للمشاريع وهو يقول لك نعم او لا لكن ما يتمنى خطوات من من عام 2017 كان في نقاش هذا غير موجود ففرصتكم اليوم تتعلمون المفاهيم هذه وهم هم تكونوا محترفين في اداره المشاريع والمتخصصين على الاقل فاهمين مباشر ان الاداره هذه بتصير تناقش وياكم مشاريعكم انتم اديتوها بطريقه علميه مباركه فالشغله الثانيه تفضل خروجكم من المنطقه الحره والكورس اللي في الفيلم دولار واحد لابد من تركزون وما في شيء يشغلكم عن الكورس هذا فرجاء رجاء رجاء ابعدوا عنكم اليوم هذا وركزوا مع المدرب اللي فضل نفسه لكم واذا المشاريع لخلال 5 ساعات. الدور الثاني الرباط ان شاء الله بيكون بعد الدور الثاني ان شاء الله بيكون في وضع موازنه وراح نحط استراتيجيه جديده تم اعتمادها مؤخرا وادعو لها عليك انت اللي تواصل امس الحمد لله الشيخ احمد اعلن عن الهيئه التنظيميه دي واعلن عن تسكين الفئه القياديه المحليه اليوم بيوصل ايميل كل الموظف في المنطقه الحره والتسكين اللي في تم وان شاء الله بيكون في فرص متاحه لجميع الموظفين اللي يلحقوا في فرص على اقسام مدراء الادارات وبدا معكم كموظفين وانتم الاساس وانتم اللي تبنوا المؤسسه هذه فان شاء الله في ذلك التوفيق. الشهر الاخير قبل لا اشرح عليكم بيكون في تكريم لافضل موظف او موظفه في كل كورس ملتزم بكثره عمليه مع المدرب هذه البوست في اختبار بسيط من الاخ علاء بدا تسكر المهارات هذه وعلى اساسها بيكون راح اشوف
فاشتدوا الاسبوع على التكريم هذا واستمروا به. ما اعطوكم زياده وافضل لك ان شاء الله وابدلكم معاه. شكرا جزيلا. شكرا لك يا طارق. نتكلم على مرحلة التخطيط إدارة نطاق المشروع، كيفية تحديد نطاق المشروع، القيام بالعمليات اللازمة للتأكد من أن المشروع يشمل فقط جميع الأعمال اللازمة والعمل المطلوب فقط. يعني في من أهم نطاق أثناء التخطيط نحدد تفصيليا، إحنا دخلنا في مرحلة التخطيط، مرحلة البداية ايه الفرق بين تحديد نطاق العمل في مرحلة بداية المشروع وإدارة النطاق؟ ايه الفرق بين تحديد وإدارة النطاق؟ مين يقدر يجاوب على السؤال؟ ايه الفرق بين تحديد نطاق العمل وإدارة نطاق العمل؟ إدارة إني أنا أقع على حد مكلل نفسي بنطاق غير حددته أو لا كتقييم النطاق. أنا في مرحلة البداية بحدد الخطوات الأولية للمشروع، ده اسمه تحديد. أنا خلصت خلاص مرحلة البداية. مين يقدر يلخص لي مرحلة البداية؟ مش في مرحلة في عندنا كم مرحلة؟ كم مرحلة في حياة المشروع في بعض؟ أول حياة أول مرحلة اسمها إيه؟ وبعدين تخطيط؟ تمام. هي الفكرة عشان بس أوحيلك المعلومة عشان أنا عارف إن أنت داخلة في الموضوع بتفاصيله. في الإمارات يعني في كل المؤسسات بيعتبروا عملية المراقبة عملية مش عملية، عملية خارجية. تقول مرحلة البداية ومرحلة التخطيط ثم التنفيذ ثم الإغلاق. أثناء أنا بوريلكم أنا تعمدت إن أنا أجيب الشكل ده عشان المفهوم ده شوية فيه لخبطة. أجيب واحد اثنين ثلاثة أربع مراحل. في البي إم آي بيقول إن هما